أضحك وأعجب ما رأيت في الخيل سابقاً والآن فركم الخطأ يكون خطأ تغيير الاتجاه وأنا صار غيره وأنت غيرته سبب واضح في عدم التحكم فرض الحذف خاصة الميدان السيلي فرض الحصان يعني الحصان لما يدخل في الميدان السايس باس كم ركب الجوكي ثم يدخل وسط الميدان يفكه الجوكي ثم إذا الحصان خلص الميدان جاء عند التطويعة وجاء عند المدخل حق الميدان حرب يلف تنزل نازل نط واقف لاف لاف طلع يقصه ثم يجي السايس يمسك يدخل ضرب مش حلو فدائما هنا عند محل اللفة تلاحظ ان صعوبة التحكم لا يزيد لا ينطلق لا يقمص الى اخره لكن مثلا ما تكون راكب مخيم ومزرعة الى اخره يشوف اسطبل يحاول يلف ينطلق او لما انت تلف فجأة مكانه ثم تدرج في اللفة ينطلق فاللفة هي الكابوس حقك في الركوب الصحيح العكس تمام سواء انت تلفه لفك لها بيخليك تتحكم في زيادة او هو لو حاول يلف يتحكم في زيادة فرضا لو انا راكب حصان وهدف ومكانه يمين ما يروح له محاولت ان الانطلاق يمين خليه يخف طول لدرجة إن لو حاول ينطلق قدام أسهل له إنه ينجح من إنه ينجح لو حاول ينطلق يمين فكل ما تحسن ركوبك اتضح لك إن التحكم بالخيل مرتبط بالتوجيه سواء أنت توجهه أو هو يحاول ياخذ منك الاتجاه فينتهي بك المطاف إلى توجيه ركوب الخطأ الحصان يستغل عليك التوجيه سواء أنت توجهه فيستغل الاتجاه عليك وينطلق أو هو يحاول ياخذ منك الاتجاه يحاول ترد الاتجاه بشكل خاطئ فينتهي بها المطاف إلى أخذ الاتجاه منك والانطلاق فالتوجيه سر التحكم عند اللي يركب خطأ والتوجيه سر الحصان يجعل اللي يركب خطأ يفقد التحكم فيه Hi, 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 hi